يبدو أن البصرة تقع في مقدمة المدن الأكثر تلوثا في العالم وفق محددات اعترفت بها الجهات المعنية لوان نيوز، والتي بيّنت أن عمليات استخراج النفط التي تزاولها الشركات العاملة ضمن عقود جولات التراخيص النفطية تعد الأكثر خطورة على الواقع البيئي في المدينة. وبصراحة وجدنا علاقة وثيقة بين تلوث الهواء في محافظة البصرة كونها محافظة يعني مدينة استخراج وانتاج نفط كبير، وزيادة الكبيرة اللي موجودة نشهدها بالمركبات والعوادم وما تسبب عنها، إضافة إلى التلوثات اللي تصير من كثير من الأنشطة الصناعية والخدمية الغير منضبطة اللي ما ملتزمة بالاشتراطات البيئية. هذا كله أدى إلى والحرق اللي يصير مواقع التمر الصحي للنفايات البلدية، كل هذا أدى وغيره إلى يعني تدهور كبير في نوعية الهواء. وعادة الأخطر إحنا عندنا ليفل 1 خلينا نقول اللي هو مشاريع النفطية. المشاريع النفطية من أول بعد السقوط 2003 إجت التراخيص لوزارة النفط ما أخذت بنظر الاعتبار الإجراءات البيئية في مجال مثل ما تقول التلوث الحاصل. متخصصون في الشأن البيئي أكدوا أن نسبة التلوث في البصرة وصلت إلى معدلات مرتفعة، ما ينذر بكارثة بيئية خطيرة خاصة على مستوى الإصابات السرطانية التي تطال الأطفال على وجه الخصوص. هي يعني للأسف الشديد مدينة البصرة بات معروف أنها تواجه مشكلة وتحدي كبير فيما يتعلق مستويات مرتفعة من التلوث. للأسف عندنا مشكلة تتعلق بتلوث الهواء، هنالك زيادة في الانبعاثات الغازية وخصوصا من المنشآت النفطية وشركات النفط، حرق كميات كبيرة للغازات، وهذه الغازات جاي تعمل على تدني نوعية الهواء. وقد تنظر الحكومة الاتحادية للبصرة على أنها عبارة عن حقل للنفط دون اكتراث للمخاطر التي تحيط بسكان هذه المدينة التي يعيش فيها نحو 4 ملايين نسمة. نسبة التلوث هنا في البصرة تفوق المعلن، ما يثير مخاوف البصريين من ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية. أثير العبادي، وان نيوز، مدينة البصرة.